انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي هذه الصورة التي توضح النفايات التي لفظها البحر وأغلبها قارورات البلاستيك التي سارع البعض إلى جمعها، خاصة من أولئك الذين يبيعونها من أجل إعادة رسكلتها. على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا سلوكات المواطنين الذين يرمون أو يقومون برمي القارورات في أي مكان لتكون النتيجة كما يوضحه هذا الفيديو. طبعا هذه هي المنطقة في برج البحر. إليكم بعض التفاعل التي نبدأها بتعليق سيرين تقول: الله يسترنا بلادنا، تسمع وترى أخبار تبكي القلب قبل العين، طرقات مهترئة، أوساخ في البحر والبر والبواخر، لا شيء يفرح، لهذا نحتل دائما المراتب الأخيرة في التصنيف في كل المجالات. جمال أشافون يشارك في الموضوع وكتب: هذه النفايات ألقت بها السيول الأخيرة عن طريق الوديان والمجاري إلى البحر، وهو بدوره قام بإعادتها إلى أهلها مرة أخرى حتى يتم جمعها ورسكلتها للاستفادة منها. حمزة يفسر ما حدث ونشر قائلا: هذه كامل من الأودية التي فاضت من مياه الأمطار وجرفت معها كل ما كان مرميا لمدة 4 سنوات. غاني أبو عكاز يشارك في الموضوع وكتب معلقا: سخر الله لنا كل شيء لخدمتنا، حتى البحر ينظف نفسه ويسهل علينا المهمة، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. متفاعل آخر كتب: لو تكون عملية تكرير البلاستيك سنجني منها ثروة من هذه النفايات. ونختم بتعليق هذا المتفاعل الذي نشر قائلا: البحر يقول لكم هذه بضاعتكم ردت إليكم.